ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنعمل طاجن مكرونه هيعجبكم قوي. انا عن نفسي بحب المكرونه دي عن المكرونه اللي بالبشاميل، واقول لكم ازاي تخلوا الجبنه الموتزاريلا تمط معاكم، علشان في ناس بتقول ان الجبنه مش بتمط معاهم. يلا نشوف هنعملها ازاي. انا اول حاجه هعملها ان انا هعمل اللحمه المفرومه، وحاطه ميه على النار علشان اسلق المكرونه يسيحوا بس، واحط اللحمه المفرومه. انا حطيت اللحمه المفرومه بس هي بس متجمده شويه، هتفك دلوقتي. انتوا ممكن تحطوا البصل الاول قبل اللحمه، بس انا بحب احط البصل بعد اللحمه، وبعمل كده في الفراخ كمان. اول ما لونها يغير بحط لها البصل. اللحمة اخدت لون اهو، هحط لها البصل وهحط لها فلفل وهحط لها حوالي 4 فصوص من الثوم. انا بحب اعمل كده احسن من ان انا احط البصل والحاجات دي في الاول. ريحتهم بقى هتطلع وتبقى الريحة جميلة قوي، ولسه كمان اما نحط البهارات. نفسي تكونوا معايا علشان تشموا الريحة. الفلفل والثوم دول اختياري، في ناس بتعصب بالبصل بس، حسب ما انتم حابين، بس بجد بيفرقوا جدا في الطعم، بالذات الثوم. البهارات اللي انا هحطها فلفل اسود وسنه بسيطه قوي من القرفه، وشويه من بهارات اللحمه، ومعلقه كبيره من البابريكا، وملح، وورق لورا. البهارات دي حسب ما انتم عايزين، بس سنه القرفه دي بتدي للحمه طعم حلو جدا. ودلوقتي انا هحط معلقتين كبار من الصلصه. انا هحط كيسين، هو الكيس بيبقى معلقه، ممكن تستغنوا عنها وتكتفوا بالطماطم بس، بس انا عايزه احط صلصه علشان بتخلي لونها احمر اكتر. وبعد كده هحط عصير الطماطم. انا هسيبهم لحد ما يتسبكوا، وبعد ما يتسبكوا ورق اللورا دوت هشيله، علشان لو جه في المكرونه مش بيبقى حلو. ببقى انا عدى انا حاطه كام واحده وبشيلهم. هسيبهم يتسبكوا وهرجع لكم. انا كده خلاص سلقت المكرونه. انا سلقتها ما بحط لهاش لا ملح ولا زيت، وسلقتها نص سلقه علشان خاطر انا لسه هحطها في الصلصه، فهتستوي علشان ما تعجنش. لو سلقتها سوا كامل هتعجن، يعني 5 دقايق وبشيلها على طول. دلوقتي اروح اغسلها واحطها على الصلصه. وكمان ما تنسوش ان انا لسه هحطها في الفرن، اديها وش شوايه، فلو سبتها تستوي سوا كامل هتعجن. وفي ناس بتحط المكرونه نيه كده على الصلصه، بس انا مش بحب كده، بحب ان انا اديها نص سلقه وبعد كده احطها في الصلصه. خلاص كده الصلصه اتسبكت، بعرف انها اتسبكت لما الاقي الزيت طلع على الوش. هشيل ورق اللورا وهحط المكرونه. انا كنت حاطه 3، ادي 2 اهم. حطيت المكرونه هقلبها في الصلصه. انا في الوقت ده مهديه النار خالص، هسيب بس المكرونه فيها 5 دقايق تتسبك معايا. المكرونه اهي بدات تغلي، شايفين؟ شايفين الجمال؟ انا مش قادره اقاوم، انا لازم ادوق علشان برضو ايه اطمنكم. حلوة جدا جدا جدا، مش عشان انا اللي عاملاها والله، انتوا هتجربوها وتقولولي. والملح بتاعها مظبوط. انا دلوقتي هطفي عليها النار، لازم يكون فيها كده صوص علشان خاطر ما تبقاش ناشفة، يعني انتوا نزلوها من على النار وهي فيها صوص كده بسيط، ما تنشفوش الصوص قوي. خلاص كده هطفي عليها ونشوف هنعمل فيها ايه تاني. هي المكرونه خلاص كده استوت وممكن تاكلوها كده، بس انا عايزه اديها كده وش بيتزا علشان تبقى احلى واحلى. ده اختياري يعني. حط المكرونه.
المكرونة دي ممكن ما تحطوش فيها لحمة، تعملوها كده سادة وتدوها وش البيتزا اللي انا هعمله ده. ممكن تعملوها بالفراخ او بالسجق او بالسوسيس، بأي حاجة انتوا عايزينها. انا الاطباق الفويل اللي بتخش الفرن دي بحب اعمل فيها قوي، فعمل فيها واحد. انا كده خلاص خلصتهم، دلوقتي هحط لهم الجبنه الموتزاريلا. الناس اللي بتشتكي ان الجبنه الموتزاريلا ما بتمطش معاهم، ده علشان خاطر انتوا بتستخدموها مجمده يا اما بتسيبوها تنشف في الفرن. لو انتوا جايبين احسن نوع جبنه موتزاريلا واستخدمتوه مجمد او سبتوه كتير في الفرن لحد ما نشف، عمره ما هيمط معاكم. دلوقتي انا هحط الجبنه الموتزاريلا، لازم تكون بدرجه حراره المطبخ، يعني دي اصلا كانت مجمده استنيتها اما تفك. انا احسن 3 انواع جبنه موتزاريلا بحب استخدمهم الاطباء والحمد يا اما دومتي. حطها كده على الوش. انا حطيت لها الجبنه الموتزاريلا، دلوقتي هحط على وشها فلفل بيديها شكل حلو قوي، حسب ما انتوا حابين، وممكن ما تحطوش فلفل. كمان معايا زيتون مخلي احط منه برضو. انا كده خلاص خلصتهم، دلوقتي هدخلهم الفرن، هشغل عليهم الشوايه بس مش هشغل الفرن، هما كده كده اصلا كل حاجه مستويه. اول ما الموتزاريلا تنقط كده دهبي هطلعها على طول، مش هسيبها لحد ما تنشف علشان تمط معايا. بعد ما اخرجهم من الفرن هوريهم لكم. المكرونة اهي بعد ما طلعتها من الفرن قعدتها بس حوالي 10 دقايق تحت الشواية، شايفين الالوان بتاعتها حلوة ازاي؟ تعالوا نشوف الجبنة كده هتمط ولا لا. بصوا حاجة كده جميلة جدا. اي نوع جبنة حتى لو جبنة سايبة لو استخدمتوها بالطريقة اللي انا قلتلكم عليها هيمط كده، اهم حاجة بس ان الجبنة ما تكونش متجمدة من الفريزر لانها كده مش هتمط، وان انتوا ما تسيبوهاش كتير في الفرن علشان ما تنشفش. جربوها بالطريقة دي وهستنى رأيكم في الكومنتات، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.